الكابتن صبري، يعني شايف الثغره الواضحه جدا او المشاكل الدفاعيه الواضحه جدا في فريق سيمبا. وفريق سيمبا يمكن زي ما قال الدكتور احمد ثابت هيجي هو محتاج يسجل لان النتيجه 2-2. انت شايف مارسيل كولر بيبدا المباراه او فلسفه مارسيل كولر في بدايه المباراه ان هو يثبت نفس القصه برضا سليم وسرعات رضا سليم وبيرسي تاو، ولا هيبقى عنده فرصه ان هو يدي حسين الشحات مساحه من الوقت اطول، يكون حسين الشحات وبرده يعني ما يضغطش على رضا سليم؟ شايف ممكن يبدا ازاي وبنفس الفلسفه دي ولا القصه ايه؟ وهل امام عاشور هيكون له دور على حساب محمد مجدي قفشه؟ اعتقد ان الشحات هيكون جاهز اكتر ان هو يكون موجود يلعب مده اطول، لكن ده برده ما يقللش من رضا سليم ولا يزيد حسين الشحات. احنا بنتكلم عن اثنين لعيبه كواليتي عالي جدا في ايا كان منهم مين منهم موجود في الملعب، فهو هيأدي المطلوب منه. امام عاشور هيكون اوبشن متاح، اعتقد لو هو جاهز 100% هيكون في التشكيل الاساسي حاضر. ده ما يقللش من قفشه ومن عوده قفشه الحقيقه في الشهور الاخيره، وانا عايز اتكلم عنه تحديدا لان قفشه انتقد كتير جدا الموسم اللي فات. بدأ السنه دي بدايه كويسه جدا، واضح ان هو بدأ يفهم طبيعه مركزه الجديد ويأديه بشكل كويس. قدرات دفاعيه اكبر، دي مساحات اطول من الملعب بيقدر ان هو يقطعها. دلوقتي اول راجل كان بيلعب في مركز 10، فمكان الجري فيه مش محتاج يعني او مش محتاج يجري مساحات كبيره، بيستلم بوضعيات معينه، ما بيطلبش منه ادوار دفاعيه كتيره. فجاه لقى نفسه لا مطالب ان هو يقطع عمودي بطول الملعب وياخد الكره ويجري وقدرات دفاعيه، انا لازم ادافع واسند مع نمره 6 اللي بلعب جنبه ومش عارف يعني حاجات هو طول عمره ما لعبهاش. ده حقيقي، فخد وقته واستشعر كده. عارف انت لما كارلوس كيروش جمع منتخب مصر وبدا يعتمد عليه في القصه صحيح. دي كان هو حاسس انه مش مرتاح نفسيا. صحيح، فهو اعتقد حصل تغيير هنا الاول. بالظبط، هو خد وقته تماما ان هو يستوعب المشكله فين ويبدا يشتغل عليها، وخد وقته واشتغل عليها، وبالتالي وما سمعش او ما سمعش للكلام الكتير والانتقادات الكتير، ما خدش منها الجانب السلبي، ما احبطش نفسه. كان ممكن ينتهي يعني من بعد الدعم الجماهيري اللامحدود ليه لفتره طويله من بعد نهائي القرن، ثم مع انخفاض مستواه او تغير طبيعه مركزه اللي ادت لانخفاض مستواه، بدات الناس تزوم عليه بقدر المحبه. لكن الراجل كان عنده شخصيه الحقيقه ان هو يعدي المرحله دي ويبدا الموسم الجديد بشكل مميز. لكن في الحته دي امام عاشور لازال عنده تفوق كبير، قدرات دفاعيه اكبر، سرعه اكبر، قدره على لعب الكرات الطوليه بشكل افضل بكتير، فبالتالي هو الاساسي في المكان ده. قدره على التصويب من خارج المنطقه، فهو بيديك الحقيقه حلول اكتر شويه من قفشه. فهو لو جاهز بالتاكيد هيكون متاح في التشكيل الاساسي. السيمبا هيلعب باندفاع، فالمشاكل دي هتظهر بشكل اكبر من او متوقع ان هي تظهر بشكل اكبر. لكن هل احنا هننزل المباراه؟ ده سؤال اللي هيجاوبه كولر. واحنا حاميين عايزين نسجل من الاول، ولا هنرتكن نتيجه الذهاب اصلا في صالحنا، فاحنا مش محتاجين ان احنا نندفع من بدايه وجهة المباراه. وجهه نظرك ايه؟ اعتقد ان انت محتاج اول 10 دقائق ان انت تحاول تسجل. لو ده ما حصلش هنهدى شويه، يعني انما مش هناخد مده طويله بنضرب، يعني مش مده طويله بنضرب، احنا نحاول ان احنا نخلص في اول 10 دقائق. لو جبنا جون المباراه هتبقى اسهل بكتير، لكن لو ده ما حصلش اعتقد ان احنا محتاجين نهدي الريتم شويه ونستحوذ ونبدا ان احنا ندور الكره ونحاول ان الكره تبقى في رجلينا اغلب الوقت، ومع الوقت نسجل. المباراه مش هتكون صعبه ولا هتكون سهله، بس سهل جدا ان احنا نسهلها على نفسنا. في مشاكل واضحه في سيمبا نقدر نستغلها بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود عندنا، ونقدر نسجل ونخلص المباراه. لكن الناحيه الثانيه احنا عندنا مشاكل دفاعيه سببها عدم التركيز قولا واحدا ولا اي حاجه غير عدم التركيز، وان في لحظات واحنا بتتلعب علينا الهجمه، خصوصا لو احنا مندفعين واتلعب علينا التحولات، المدافعين بيبصوا على الكوره مش بيبصوا على اللعيبه اللي جايه، ودي كارثه كبيره ما ينفعش تيجي من خط دفاع كله دولي الحقيقه. مش طبيعي ان انت كمساك او انت كظهير ان انت تبقى عينك على الكوره بس طبعا. يعني فالحقيقه ان احنا بنستقبل الاهداف من كرات عرضيه بسبب المشكله دي، ان اللعيبه دايما بتكون عينيها على الكوره. الهدف الثاني واضح قوي، مهاجم سيمبا طالع وسط 4 مدافعين من النادي الاهلي لوحده، ده حقيقي. الناس بتشيلها للشناوي، والشناوي ابعد ما يكون جداً. يعني جداً. ابعد ما يكون عن انه يشيل الحقيقه كره زي دي. فالالتزام الدفاعي مطلوب. عوده محمد عبد المنعم هتوفر مش بس حلول دفاعيه كويسه، لكن كمان قدره على بناء اللعب. احنا كان عندنا مشكله واضحه جدا،
ان احنا مش قادرين نبتدي اللعب من منطقتنا ونطلع بالكره ونتدرج بيها، لان الاثنين مدافعين اللي عندنا اجريسيف اقوياء، كل هدفهم ان هم يقطعوا الكره، قدرتهم على بناء اللعب مش زي عبد المنعم ومتولي، لكن هم عندهم مميزات اخرى. المميزات الاخرى دي بتبقى حلوه قوي لو عندك ربيع عنده قدره على بناء اللعب بشكل جيد، لكن برضه هو في الاساس يعني نمره واحد عنده انا بندفع. يعني احنا ساعات حتى بنقول ايه، ساعات بيبيع نفسه، عنده الخطوه الزياده، عنده الخطوه عنده الخطوه. لا انا بتكلم، لكن بتكلم على بناء اللعب. بناء اللعب هو بيستطيع يعني بصراحه، واحنا بنتكلم قبل قلت لي هم ليه كانوا في حته في الاثنين تيمبو عالي قوي طول المباراه. ده حلو ان يكون عندك واحد منه في الملعب مش الاثنين مع بعض. يعني لو عبد المنعم او متولي موجود في الملعب وجنبه رامي او ياسر، الثنائيه هيبقى شكلها افضل بكتير. انما الاثنين مع بعض بتبقى العمليه صعبه. وجود محمد عبد المنعم في ماتش العوده هيسهل عليك ان انت تبدا هجماتك كمان بشكل منتظم، الكرات الطويله اللي بتلعبها احيانا وبتلجأ لها هو ممتاز جدا فيها، فهيبقى عندك حلول هجوميه كمان بوجود عبد المنعم تقدر ان انت توصل بيها وتسجل. فان شاء الله تبقى مباراه كويسه يعني في العوده ان شاء الله.